وقعت وزارتا الثقافة والتعليم العالي بروتوكول تعاون لتطوير ودعم صناعة محتوى الطفل من خلال رسوم متحركة وبرامج للأطفال. ويأتي البروتوكول ضمن مجموعة البرامج والسياسات التي تسعى وزارة الثقافة لتنفيذها وضمن محور عملها لبناء الإنسان، نقطة انطلاق لتطوير آليات التعاون بين وزارة الثقافة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وإحداث التكامل المطلوب بين ما يملكه الجانبان من إمكانيات تكنولوجية وفنية تساهم في تقديم محتوى للطفل من رسوم متحركة وبرامج للأطفال.